تحية لكل مشاهدينا الكرام ومن يتابعنا عبر القناة الثالثة بتلفزيون دولة الكويت وبرنامج أحلى الليالي، وإن شاء الله دائما ليالينا في هذا الشهر الكريم هي تعتبر من أفضل وأحلى الليالي، فما بالكم مشاهدي الكرام في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول لصيامنا وقيامنا ودعائنا نحن وإياكم إن شاء الله، آمين يا رب العالمين. وأن يمن على بلدنا وأمتينا العربية والإسلامية دائما وأبدا إن شاء الله بالأمن والأمان واليمن والبركات. وما يسعدنا كثيرا مشاهدينا الكرام حقيقة أنا وحقيقة فريق هذا العمل أن نستضيف كل لذة من هذه الليالي، أحلى ليالي، مجموعة حقيقة من نجوم الرياضة الكويتية الذين أعطوا الكثير والكثير، وكان حقا علينا لهم أن نلتقي بهم من خلال هذا البرنامج. نستعرض وياهم حقيقة ليس فقط حياتهم الرياضية، ولكن أيضا حتى قبل أن يصبحوا تلك الأسماء أو تصبح تلك الأسماء اللامعة في عالم الرياضة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، خاصة وأن الكثير من الأخوة الرياضيين يستجيبون لهذه الدعوة، والذي لا يستجيب أيضا له العذر، نقول له ما عليه عذرك معاك، ولكن لا نستغني عن أي رياضي يود حقيقة أن يشاركنا في برنامج أحلى ليالي. هذه مقدمة لهذا البرنامج. ما في شك مشاهدي الكرام تبقى كرة اليد في الكويت حقيقة من أفضل الرياضيات أو الرياضات عفوا وليس الرياضيات، من أفضل الرياضات في دولة الكويت منذ نشأتها، سواء نشأتها في المدارس أو عندما تأسس الاتحاد الكويتي لكرة اليد عام 66 في تلك الفترة، وقد ولد كبيرا وانطلق كبيرا، وبالتالي أصبح هذه اللعبة لها مكانة كبيرة، وأصبح نجومها حقيقة ينافسون نجوم كرة القدم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. كانوا وما زالوا نجوم بغض النظر، أصبحوا غير لاعبين لكنهم ربما أصبحوا مدربين، حتى الذي لم يصبح مدربا لكنه ليس في عالم النسيان، بل هو في عقولنا وقلوبنا كلنا، ونتكلم ليس نحن كإعلاميين، لا، نقول إحنا كجماهير رياضية كويتية ندين لهم بالوفاء لما قدموه حقيقة للرياضة الكويتية بشكل عام وكرة اليد بشكل خاص. الأسماء عديدة وكثيرة، لو استعرضت أنا في كل الأندية حقيقة تعجب النجوم. الليلة حقيقة مجموعة أعطت الكثير والكثير لنادي السالمية ومنتخبنا الوطني، من منا لا يعرف ذلك العملاق طارق بشير لاعب نادي السالمية والمنتخب الوطني، ومن منا لا يعرف أيضا أحد أسرة عبد القدوس عبد الخالق عبد القدوس ذلك العملاق أيضا الذي قدم الكثير والكثير لنادي السالمية ومنتخبنا الوطني. طارق بشير حياك الله وكل عام وانتم بخير، وسعداء بوجودك معنا في هذه الليلة، وإن شاء الله تكون ليلة من أحلى الليالي. الله يحييك وأشكرك على المقدمة الطيبة أبو مشعل، وأشكر المشاهدين والجميع العاملين على هالبرنامج الطيب، إن شاء الله وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. إن شاء الله حياك الله عبد الخالق وسعداء بوجودك. ساعة ترى أنا غلط بينك وبين إسماعيل، صح؟ في شبه ولا أنا غلطان؟ لا في شبه، فيه وين الشبه؟ الشبه حلو يعني، بينه وبينه الشبه حلو. طبعا هو طبعا انا الاحلى. طبعا ابو مشعل اشكرك على المقدمه الحلوه، واشكر الاخوان الغايمين على هذا البرنامج، وفرصه سعيده ان التقي فيك والتقي باخوي طارق بشير اللي من زمان ما التقيت فيه يمكن، واشكر البرنامج اللي خلاني اقعد مع اخوي طارق بشير. ليش من زمان ما التقيت فيه؟ لان بعد المسافه اول شيء ما بينه وبينه، وبعدين طارق ما شاء الله مهاجر يعني ما يقعد بالكويت، دائما برا الكويت. قلت لي بعد المسافه، انا حسب المعلومه اللي كانت عندي واكدها لي اخوي طارق بشير، انتوا اساسا كنتوا في منطقه واحده، منطقه الرقه. صح صح. الان انتشروا؟ انت تتكلم قبل 30 سنه. زين. اليوم احنا قاعد نتكلم ان بعد المسافه، طبعا الكويت مو كبيره، الكويت صغيره، بس المشكله بزحمه السيارات والمرور
عشان كذا الواحد يستبعد المسافة، مع أن طارق عنده دوانية يمكن كل يوم، بس المشكلة إذا رحت من الصعب إني أرجع بسرعة يعني. أعتقد فيه وخاد وفيه مساند منه ممكن واحد جالك راتب. طيب خلينا نعمل الدوانية عندها. إلا في شهر رمضان المبارك. هو سعداء فيك يا أبو خالق. حقا دائما أنا أبتدي البرنامج كذكريات في رمضان منذ الصغر، خاصة أخي طارق وأنتم يمكن فريج واحد أنا لا أعلم ذلك، لكن تبقى ذكريات الصغر أبو 10 سنين و12 سنة يمكن لم ما فكرتوا أنكم تكونون لاعبين كرة اليد، فأنت ذكر عن الفترة الزمنية هذه. طبعا الفترة الزمنية يوم كنا صغار يعني بفريج واحد، طبعا كنا نتجمع تقريبا يعني عقب صلاة العصر لصلاة المغرب، هذه كرة يعني بالفريج، أنا وعيسى عبد القدوس وعبد الخالق عبد القدوس ومجموعة من لاعبين، أو لاعبين في بعضهم صاروا لاعبين في بعضهم لا ما كملوا أبو مشعل، لكن نلعب لأذان المغرب لأن يقول الله أكبر احنا سواء رمضان بالصيف أو بالشتاء طول الصيف تلحقتوا على الأذان. نعم نعم، فنلعب كرة قدم بالفريج يعني مسوي فريقين، فهذه يومي تقريبا يومي لأذان المغرب احنا بالفريج، عبد الخالق وعيسى وإسماعيل وخالد عبد القدوس كل المجموعة هذه كنا نسوي تقسيمه ونلعب يومي يعني. هذا العصر بالعصر سواء برمضان او اذا فتره الصيف طبعا اذا ما في نادي او هذا نكون موجودين. سنبقى احنا في شهر رمضان المبارك. طيب اكيد بالليل اخو طارق دائما هناك العاب شعبيه تمارس اضافه الى كره القدم. نعم يعني كنا قبل فيه بعض الالعاب الشعبيه طبعا نلعبها يعني لو اقول اساميها الحين ما يعرفونها، المقصي العنبر الشغلات هذه القديمة. إحنا كل ليلة ترى نأكلها هذه، لأن أيضا بذكر أحفادي بذكر نعم. أولادك أحفادكم أنا بذكرهم شنو هذه الألعاب. طبعا يعني المقصي معروف يعني نعم. الخشبة نعم. والعنبر نفس الشيء كرة ونصف الصخر وبالإضافة إلى بعض اللعبات الشعبية لين موسم القرقيعان، طبعا خلاص نجهز حق القرقيعان أبو مشعل، نجهز ونخيط ونسوي، طبعا كل واحد أمه تخيط له الشغلات الخاصة. ما في جاهز مثل الآن جاهز. لا ما في جاهز. ما في جاهز، خياط بالبيت يعني شغل بيت يعني نخيط ونجهز أمورنا ونطلع عاد جروب كامل نطقطق البيبان القرقيعان ناخذ من أول المنطقة لآخر المنطقة يعني ما نرد إلا الساعة 1 بالليل يعني. والغنيمة طبعا. والغنيمة ما شاء الله خير يعني ونقعد عاد نشوف من اللي ماخذ أكثر من اللي ماخذ شو اسمه يعني، ففي حتى في بعض العوائل كانوا يحطون خردة بالقرقيعان بيزات بالقرقيعان يعني، وهذا فكانت ايام حلوه وجميله جدا على يوم العشره فلوس والعشرين فلس وايد. كره القدم بالفريج كونتوا اكيد مجموعه فريق او مجموعه فرق، وبالتالي اكيد تنافسون او تلعبون مع فرق اخرى. في الحاله هذه دائما اكيد ما تحصل بعض المناوشات تحكيم غيره شغلات وايد تصير ابو مشعل، وايد تصير يعني نجرى. طبعا احنا نلعب احيانا مع بعض واحيانا نلعب مثلا احنا بقطعه اثنين نلعب ويا مجموعه قطعه اربعه او مجموعه قطعه سته، فيكون تحدي بين القطع يعني كل قطعه فيها فريق يعني يكون. هل هناك اسماء معروفه بقطعتكم مثلا؟ يعني احنا كان اصبحوا لاعبين يعني؟ طبعا اكثر احنا اكثر جروبنا كان حول يد يعني، اكثر جروبنا اسماعيل عبد القدوس عبد الخالق وعيسى. هذه العائلة عاد مشكلة في كرة اليد يعني الله يطول في أعمارك. حمد ما كان يلعب ويانا وايد لأنه كان بنادي العربي فكان يتمرن يروح أكثر يعني فترة. عبد الجبار نفس الكلام كان بنادي الكويت فما كان يلعب ويانا وايد يعني. هو اثنين اللي شظ يعني شظوا عن قاعدة كرة اليد، عبد الجبار في البداية راح إلى كرة القدم بنادي الكويت وأصبح نعم. نجم، وبكل أسف وجهنا للدعوة واعتذر قال أبو مشعل اسمح لي أنا والله يعني ما أحب أطلع بالتلفزيون ما يطلع صعب، وهذه مشكلة حقيقة يعني حاولت في قدر المستطاع. الدكتور حمد حسب ما يطلق عليه أيضا حقيقة أخذ جانب آخر واتجه إلى كرة القدم كحارس مرمى بالنادي العربي. وأعتقد العلاقة استمرت طارق مع عائلة عبد القدوس طبيعي وما زلنا يعني مع بعض يعني انا واخواني كان معي احمد اخوي يلعب يد، خالد اخوي يلعب يد، ناصر اخوي يلعب يد، يعني عيال بشير كانوا لاعبين يد وعيال عبد القدوس لاعبين يد يعني ما شاء الله. كنا احنا بقطعه اثنين طبعا الرقه ما شاء الله عليها كمنطقه يعني كلها نجوم يعني كانت يعني نجوم عائليه يعني او
يعني فرق رياضية عالية. عالة أنس موجودة بقطعة واحد. أنس أيضا نفس بقطعة واحد. صالح ضايف وإخوانه كانوا بقطعة واحد. سالم ايه. محمد مناحي ومشعل مناحي كانوا أيضا قطعة ثلاثة. قطعة سبعة. بيت الزنكي موجودين بس قطعة ستة. جابر كانوا لاعبين قدم بعد. يعني وايد نجوم جميع الرياضات موجودة بالمنطقة. بارك الرحمن. نذهب إلى عائلة عبد القدوس وبالتالي نتحدث أيضا عن هذا الجانب وكأسرة وأبناء هذه الأسرة. وهل هناك صراع في حصيلة القرقيعان؟ أنا بطلع على القرقيعان مباشرة قبل لا أرجع لها. لا احنا شوف أنا أبو مشعل احنا عكس طارق. احنا مشكلتنا نطلع يعني ما عندنا الأكياس عندنا الخيشة. عندكم؟ خيشة. خيشة العيش وانت ماشي فيها ونجمع القرقيعان وبالنهاية توزع الخيشة. انت بروحكم؟ اي كلنا احنا بس الاخوان. اي يعني هذه حالتنا احنا كل رمضان نسوي هالشغلة هذه. انا نطلع كلنا نتمشى. لما الحين؟ لا بس الحين انت تجيب القرقيعان الحين. اي نعم. وبالعكس يعني كانت ايام حلوة وناسة يعني خاصة بالسابق اللي فعلا عشنا ايام القرقيعان عكس اليوم. اليوم كلها هدايا وكلها ديكورات يعني عكس السابق. السابق ما كان فيه الشيء اللي نحصله بالسابق. يعني اليوم علبة حلوة ومزخرفة وشغل عدل وتوصلك للبيت هذا القرقيعان. لا بس قبل احنا كنا نتعب كنا نطق الباب وحتى نتناجر ونتهاوش ووايد شغلات تتحصل من خلال القرقيعان. انتم تخرعون؟ لا يمكننا صغار والله حلوين. لا شو شلون تخرعون؟ هادين وحلوين. لا انتم ما علي انا اقصد عفوا مو اقصد انتم تخرعون لانكم كاخوان. اي نعم. كمجموعه انا ماني قال كلمه اخرى لكن كاخوان انتم كلكم على القنوص طاقين الباب على بيت طارق او على بيت ابو مشعل او على شو اسمه وبالتالي على القدوس حطوهم. ها؟ لا لا انا كنا يعني بالسابق يعني الواحد الشيطان هذا لابد منها. نعم. يعني واحنا صغار الكل يعني الشيطان ماشيه بدمنا. لو مو هالشيطان كان ما وصلنا ما وصلنا علينا فعلا وصلنا بالرياضه لان الشيطان هذه علمتنا شغلات وايد. يعني وانا اعتقد انه فعلا قرقيعان قبل للحين نتكلم انه غير عن اليوم. يعني هذا اللي اختلف. حتى الشيطان يعني تاكيدا لكلامك عبد الخالق وفي طارق جاكر انا سمعتها من اكثر من مدرب واكثر من مدرس عند اختياره لو اراد ان يختار مثلا عندما يرى مثلا براعم لاعبين عنده في المدرسه مثلا يشوف منه اللي عنده حركة. كثير الحركه صح شيطان وعنده بعض المهاره لاي لعبه ما يعتقد ان هذا هو اللي راح يكون لاعب اكثر من اللي هو في خجل او يستعي شوي او هادئ الطباع. انا ما ابي لاعب هادي مع انه ترى على فكره طارق لاعب هادي. طارق كثر ما تناجرت وياه بالملعب. طارق لاعب هادي فيما بعد لكن انا بتكلم عن الصغر انا. حتى وهو صغير ترى. اي حتى لما يعني سكننا بالرقه اي كنا ويا بعض هم طارق يعني هادي مو من النوع اللي يتناجر ويعصب يمكن انا واحد من اللاعبين اللي ملابسي كلها عرق طارق يلا يلا يسوي كذي بس ما في عرق فبالتالي ما كان يعصب ما كان يتنرفز يعني عادي بالنسبه. شو صار ذلك اللاعب العملاق اذا اللي تفضلت فيه هذه الطباع يلا يمشي العرق على اللي فوق عيونه كم مره تهوشت وياك وايد ها وغير عيسى بعد زين لا والله بالعكس مو مشعل يعني يمكن كان فريقنا فريق ما شاء الله متجانس وفريق لعبت كرة قدم وانتم صغار احنا يعني بالفريج 24 ساعة كلها قدم من يأذن العصر خلاص نبلش كرة قدم انا كنت اكثر شيء حارس مرمى لان ما عندي مهارات لاعب قدم فاكثر شيء العب حارس مرمى. منو فيكم اللي من لاعب قدوس عنده مهارة غير عبد الجبار؟ لا عيسى ما شاء الله عليك. عيسى ما شاء الله عيسى يمكن تكلم كذا مرة انه الوحيد اللي ما ياخذ احسن لاعب باليد يعطونه احسن لاعب قدم سبحان الله يعني هو اساسا لاعب كره يد يعطونه كافضل لاعب كره قدم. كنتم مشاكسين في لعبه كره القدم وانتم صغار اقصد انا؟ والله وايد نتناجر احنا وايد نتهاوش. تلعبون مع فرق ثانيه بالفرجان الثاني؟ نلعب على كؤوس يعني. على شغله كذي تصير نجره تصير ممكن ندش دورات نلعب دورات ايه؟ يعني دورات رمضانيه بس على كاس صغير هالكبر
تلعب والتناجر ولا وتحط فلوس بعد رسوم. يحطون بعد فلوس؟ اي ربع دينار اعتقد ربع ولا على كل لاعب ولا على كل فريق. كنا ندفع فلوس عشان الكاس هذا الصغير بس، يعني كانت كلها ايام حلوه يعني. زين فاز الفريق الكاس وين يروح؟ حق اي بيت؟ الكابتن. والله الكابتن هو اللي ياخذه. ها؟ هو اللي يجمعنا الكابتن. هو ياخذه؟ الكابتن. اعطونا تقرير كابتن طارق بشير لو سمحتم. بأن لا يجمع عشاق كرة اليد رأياً واحداً، واتفق الجميع أن لا يتفقوا إلا على موهبة طارق بشير صاحب الكاريزما الخاصة الذي أسر من خلالها قلوب محبي كرة اليد الكويتية والخليجية على حد سواء. مدرجات صالة الشهيد فهد الأحمد في الدعية دائماً ما كانت تمتلئ بوجوده من أجل الاستمتاع بكل ما يقدمه من فنيات وإبداع قلما نشاهده في أيامنا هذه. عبد الخالق لطارق بشير، وحلوة حلوة طارق بشير من الجناح يسجل الهدف الثاني طارق بشير. ملك الفنيات وصاحب الشمال الذهبية قدم كل شيء يمكن تقديمه في هذه اللعبة، وساهم بشكل فعال في حصد العديد من الألقاب مع نادي السالمية والتي جعلت منه زعيماً للأندية الكويتية. صنع طارق بشير رفقة نجوم العصر الذهبي لمنتخبنا الوطني أمثال هاشم الغربلي واسماعيل عبد القدوس، صنع تاريخاً عريقاً زاخراً بالإنجازات، ودائماً ما كان أحد أهم الأسلحة الزرقاء في مختلف البطولات الدولية. طارق دخلت المدرسة يمين مدرسة واحدة؟ نعم. اتجهت رأسا لكرة اليد؟ طبعا عبد الخالق كانوا بالمتوسطة كان عندهم مدرس كابتن عبد الرزاق برمة يدرس في نفس المدرسة يعني. يقال ذكر حين إن شاء الله يرزق الله طول في عمره ويمسى عليه الخير إذا كان ميت فرحمة الله عليك، يقال إن عبد الرزاق أو عبد الرازق هو الأب الروحي لكرة اليد في الكويت. هو رعى كرة اليد في الرياضة المدرسية وليس في قبل لا يتأسس الاتحاد، صح المعلومة ولا لا؟ عندك فكرة عنها؟ والله شوف مو مش عارف، كان أول شيء مسي على كابتن عبد الرزاق بارما نقول لك كل عام وأنت بخير، مبارك عليك باقي الشهر. طبعا هو كابتن عبد الرزاق يمكن هو من احتضن اكثر اللاعبين الموجودين في منطقه الرقه واكثر اللاعبين اللي وصلوا المنتخب من خلال كابتن عبد الرزاق. يمكن الباص كان ما شاء الله كان يفول من اللاعبين يعني، سواء طارق وناصر وخالد والاسماء هذه كلها اللي كانت موجوده اكثر اللاعبين عن طريق المدرسة من خلال كابتن عبد الرزاق بورما. يقال إنه يعني
اساسا هو يعني ملم في عالم كره اليد، مدرب كره طبعًا اليد طبعًا في المدرسة قبل لا يكون هناك اتحاد لكرة اليد، وقبل أن تصبح كرة اليد على مستوى الأندية. فبالتالي لما ذكرت الآن الاسم فأنا أقول كنتم محظوظين معناته عندما يكون عندكم الأستاذ عبد الرزاق. نعم، هو عرض على الشباب وراحوا يمكن قبل كم شهر هما عبد الخالق عيسى، فكان يمر باص النادي ومشعل بفريجنا يعني قبل النادي. أنا بتكلم عن المدرسة. بالمدرسة وأنتوا في لا، المدرسة كان كله غدم. كله غدم. بس كان يختار يعني لما نلعب غدم، لأن لعبة كرة اليد ما كانت معروفة. هو كان مدرب نادي السالمية، بس لعبة كرة اليد بالنسبة لنا ما كانت معروفة. كان كله غدم، فكان يختار اللاعبين. هو يختار بعض اللاعبين من خلالها أوديهم النادي وهناك تكون التصفية. ما حد اتجه فيكم إلى كرة القدم؟ طلبها هي. أنا دشيت قدم السالمية أول شيء. دشيت قدم السالمية وتمرنت وياهم تقريبا أسبوع. كان عبد الخالق وعيسى باليد يتمرن ملعبنا يم بعض يعني. طلعت من التمرين غدم يعني كابتن عرفان. عرفان بدي الله يذكره بالخير. يعني بخير ويقول له كل عام أنتم بخير. كل عام أنتم بخير. وقال لي أنت شو مودي قدم؟ ربع كلهم باليد. كم عمركم؟ كنا 13. 13 سنة. 13 سنة. قلت له كابتن من قالك؟ كان يقول عيسى قال لي في لاعب اشول وانا محتاج لاعب اشول بالفريق. بس والله مبكر انتم يعني 13 سنه ورايحين النادي السالميه. هذيك الفتره ابو مشعل يعني كانت هذه الاعمار اللي محتاجينها يعني. كان في بينظمون اول دوري كره يد تحت 14 سنه بالكويت. يعني كانت هذه أول دوري كرة يد كان برأسة طبعًا اتحاد برأسة خالد حربان ديك دي السنين. الله يمسي عليه بالخير. ما كان في دوري تحت 14، كان 17 وفوق. نعم. طالع. فبنظمون دوري تحت 14. فكابتن عرفان شكل الفريق يعني بسرعة صار تشكيل الفريق. بس أنت رايح أساس كرة قدم. دشيت قدم استمرنت وياهم. شو يعني. كنت تلعب كرة قدم؟ للحين يعني كنا بالبداية يعني. ايه؟ كنا بمرحلة تجهيز يعني. ما كان لك طموح تكون في مركز معين في كرة القدم؟ يعني يمكن كنت دفاع يعني أكثر شيء أنا. بالتقسيمات كان المدرب يحط دفاع بالقدم أكثر شيء. كان أحد لافت نظرك من النجوم على مستوى منتخب الكويت تتمنى تكون والله مثلك مدافع ولا بس شريكة؟ طبعا كنت احب يعني كل نجوم منتخب الكويت السابقين يعني اللي كنا نشوفهم ايام دوره الخليج يعني عبد الله العصفور مرزوق سعيد كنت اشوفهم كنت يعني طريقه اتمنى انك تكون احد مثل هؤلاء يعني يحققون نجوم حققوا يعني بطولات ولكن عرفان بدير كابتن عيسى عبد القدوس مكلم عرفان قال له عندنا لا واحد من الربع يلعب راح الغدم قال له ليش راح الغدم قال له ولاعب اشول قال انا ابي اشول لانه مركز ما في بالفريق لاعب اشول فكابتن عرفان ناطرني عند ملعب القدم من طلعت من التمرين قال تعال انت ليش رايح ربعك هني لا ما شاء الله هو كابتن عرفان مسي عليه انه عنده يعني عنده نظره باللاعب يعني ما يمنعنا الا عنده نظره فعلا هو اللي صغل الفريق هذا كله وصل للمنتخب يعني من خلاله هو يعني قدر أن يجمع مجموعة كبيرة من اللاعبين يعني أنا واحد من الناس يمكن نحس من اللعبة لأن طقني وعصب علي وطلعت من كرة اليد طقك إيه شلون طقك طقني بالعصاية بالعصاية نسيبك يعني لسه إيه طبعا لي ترى كلنا طقينا الله كلنا طقينا بس دائما إحنا نعامل هذا هو المدرس الناجح هذا هو المدرب طبعًا. الناجح أنا عصبت وطلعت ورحت لعبت جلة على طول شافني المدرب جلة إيه وثاني يوم صادني عند المدرب وتناجر ويا المدرب اللي ماخذني عزم عبد الخالق الله يذكره بالخير. ركبنا السياره وقص علي بكتكات وبيبسي وردي مره ثانيه فكانت ايام حلوه الصراحه. نذكر هذه الاسماء عزمي عبد الخالق الله يطول في عمره اذا كان حيا حقيقي اعطوا حقيقه للرياضه الكويتيه خلينا نقول بكل امانه وصدق كانوا صادقين. عملوا كل ما يستطيعون من أجل الرياضة الكويتية. طارق وأنا من خلال التقرير بسألكم يعني صراحة وأشوفك أنت استجداتك بالشمال هل صحيح دائما الشمال أقوى من اليمين ولا هي احتياجات الفريق؟ لا لا احتياجات الفريق فعلا يعني بعض اللاعبين لا قوة في 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 يد الشمال. لا أنا اللي أشوفه احتياج الفريق يعني الشمال نفس اليمين
هني قوة وهني قوة، بس إن لعبة الشمال اللاعب نادر هني. إيه؟ يعني من الصعب إنك تحصل لك لاعب شمال. يعني هذا اللي هل عندك تشوت باليمين تقول والله الشمال مو أقوى؟ أنا شوت باليمين أقوى من شوتة. سألك أعطونا تقرير عن الخالق وش سمعته؟ شوف التقرير. مدرب في لعبة كرة اليد يعمل دائما على وضع التكتيك الملائم والذي من خلاله يتمكن من استغلال ثغرات الخصوم. وهناك مدربون عالميون أشرفوا على تدريب منتخبنا الوطني ونجحوا معه بحصد الإنجازات، وكان وراء نجاح هؤلاء المدربين مايسترو داخل أرضية الملعب، حمل على عاتقه ضبط الميزان وتطبيق التكتيك بالصورة المطلوبة. عبد الخالق عبد القدوس نجم السامية ومنتخبنا الوطني كان هو الخيار الأمثل لكل من عمل تحت قيادتهم، لما يختزنه من قدرات رجحت كفته في البقاء ضمن التشكيلة الأساسية سواء مع السماوي أو مع منتخبنا الوطني. 4-2-4 طريقة خداعية حلوة جدا لهذا اللاعب الكبير ذو الخبرة الطويلة في ملاعب كرة اليد. بدايات الشقيق الأصغر لعائلة عبد القدوس كانت مع نادي السامية، ويعد واحدا من أبرز نجوم الجيل الذهبي للسماوي الذين ملأوا خزينة النادي بالألقاب والكؤوس على مختلف الأصعدة المحلية والدولية. السالمية هدف السالمية، وهذا عبد الخالق عبد القدوس اللاعب الممتاز اللاعب الغدير، وفعلا يستحق التقدير هذا اللاعب الكبير. مثل عبد الخالق عبد القدوس أزرق اليد لسنوات طويلة، وصاحب مشواره أيام لا تنسى وذكريات تدمع لها العيون في حقبة كانت كرة اليد هي الفرحة بالنسبة للشارع الرياضي العاشق للإنجازات. يعني قبل شوي عبد الخالق يقول اليمين نفس الشمال، الشمال ليست الأقوى. اللي شفته نعم صح، ولكن أنا لا أزال وجهة نظري، ولو أني أنا لأني لاعب كرة يد ولا شيء، لكن عاشق لها أشوف الشمال غير. حتى في كرة القدم، حتى في كرة القدم الشمال غير. لكن حقيقة يعني أكون سعيد كل ليلة عندما يكون ضيوفي لاعبين كرة اليد، ليس فقط بالضيوف نفسهم، لا، هناك شخصية حقيقة أعطت الكثير والكثير لكرة اليد، ويتجلى ذلك الصوت من منا لا يعرف، الأستاذ الفاضل حسين مكي الحمود اللي أعطى وهو مربي فاضل، أعطى كرة اليد عندما كان مدرسا ومدربا، ومن ثم فيما بعد أصبح معلقا لهذه اللعبة، وفي اعتقادي ساهم مساهمة فعالة في نشر كرة اليد في الكويت. الله يطول في عمرك يا أستاذ حسين،
كل عام وانتم بخير، ولك نطلب من الله سبحانه وتعالى يعني لك الجزاء وتستحق منا كلمة الشكر والتقدير. وأقول لك يا بكل أمانة، أنت جزءا من هذه الرياضة لا يتجزأ، وأعطيت لها الكثير والكثير كي تبقى كرة اليد في عالم الرياضة بهذه المكانة. بارك الله فيك يا سادة حسين مكي الحمود، بارك الله فيك. نود مرة ثانية، ومن ثم بدأ مشواركم مع عالم كرة اليد وانطلقت دوري تحت 14 سنة، وهنا تجلى فيها نادي السالمية طارق خالق، نتحدث عن هذا الجانب. من هي الفرق التي أيضا بدأت تتنافس فيما بين؟ طبعا أول دوري تحت 14 ومشعل اشتركوا فيه بس 6 أندية، كانت الأندية الثانية ما عندها فرق تحت 14، فالست أندية بس اللي قدرت تتكون بسرعة. وعلى ما أذكر طلعنا النهائي مع فيحيل على ملعب الجاحظ، مع الفيحيل، ولعبنا على ملعب الجاحظ، كان ملعب ترابي، ملعب الجاحظ، ملعب ثانوية الجاحظ، نعم. وفزنا عليهم 6-4 بالنهائي سنة نعم. سنة 77 هذه الانطلاقة يعني بداية الفريق إلى البطولة، يعني قبل 41 سنة. ما شاء الله تبارك نعم. هذه سنة 77 بالضبط النهائي لعبنا، وهذه وبدينا من بعد هذه لعبنا صعدنا ل 17 ولجميع المراحل السنيه وخذينا فيها جميع البطولات امامنا. بخلق لما نسمع ان نادي الفيحيل واصل نهائي بتلك الفتره لدوري تحت 14 سنه و6 انديه، نتكلم عن هذه الفتره كيفيه اهتمام الانديه وهي في بداياتها وقدمت الكثير والكثير لهذه الانديه من النجوم. ومشعل طبعا مثل ما تكلم اخوي طارق انه كانوا 6 فرق كبدايه، احنا تحت 14 سنه ما كنا نعرف منو الفريق الزين منو الفريق القوي، يعني من خلال المباريات هذه عرفنا ان فيحيل وصل ويانا للنهائي وقدرنا نتغلب عليه. يعني من بعد البطوله هذه بدات الفرق تشارك، يعني بداوا بسته بعدين بدات الفرق تهتم بلاعبينها، بدات تكون فرق وتشارك في دوري تحت 14 سنه. بس انا اعتقد بدايتنا احنا بعد ال 14-17 سنه بدات الفرق كلها تكون جاهزه وبدات تنافس. يعني السنه اللي بعدها شفنا كاظمه، شفنا صليبيخات ينافسون على من يوصل للنهائي، والعربي والقادسيه والكويت والكل كانوا المنافسين اكثر، ما كان لهم منافسين، لا اللي كانوا لهم دور اكبر هو صليبيخات وكاظمه. صليبيخات وكاظمه اي نعم، وصليبيخات خذوا منا اعتقد الكاس او الدوري، اللي خذوا الكاس والحاشيه في ايام بارتيني، ايام خالد غلوم اخوانه تحت 17 خذوا الكاس وانحاشوا في ايطاليا احنا ناخذ البطوله وهم ياخذون الكاس وانحاشوا. يعني ايام كانت حلوه، وبالعكس يعني من بدايه انطلاقنا من تحت 14 سنه بدينا نحصد البطولات، يعني سواء 14 او 17 او 19. طيب هل هذه موجوده على مستوى المدارس كرة اليد موجودة. أصبح أيضا في مباريات داخل المنطقة التعليمية مثل منطقة الأحمدي، ومن ثم أيضا في المناطق التعليمية الأخرى. نعم احنا فزنا بمشعل بطولة منطقة الأحمدي التعليمية كثانويتنا، وفزنا ببطولة الكويت بطولة الكويت كرة اليد، طلعنا بالنهاية مع ثانوية الدوحة فريق الصبيخات وفزنا عليهم بالنهاية. وفزنا في يوم الرياضي في ثانوية يوسف بن عيسى، كان في يوم رياضي سنوي يقام فزنا فيه ايضا في البطولة. فكل بطولات الكويت حتى في المدارس نفس الفريق احنا نفوز، لا نفس اللاعبين، نفس اللاعبين، عبد الخالق، عيسى، طارق بشير، خالد انس، محمد مناحي، باسم ضايف يعني كلهم لاعبين كرة منصور فيات. عايش وفي لاعبين من الشباب اعتقد ما اذكر اساميهم، صالح ضايف ما كانوا وياكم، منصور صالح، لا صالح باسم كان وياكم، باسم ضايف اي صالح اصغر ولا اكبر؟ اكبر، لا اكبر صالح. اكبر هل الان الرياضه على هذا المستوى موجوده على مستوى المدارس كمتابعين انتم مدربين؟ والله شوفوا مش على يعني بالسابق كانوا اكثرهم لاعبين، يعني ايضا الحين في لاعبين بس مو بنفس المستوى اللي كان بالسابق. يعني كل مدرسه تلقى عندها 3-4 لاعبين زينين فيكون في تنافس. الحين لما نلعب فريق
مدرسة لمدرسة تلقاهم الفرق يكون كبير وايد، لأن أكثر المدارس ما فيها لاعبين كرة يد مو مثل قبل. يعني قبل يعني الرياضة المدرسية ما عادت مهتمة في كرة اليد، علما أني أنا من فترة سمعت منذ سنوات عملوا مراكز تدريب وزارة التربية، وبالتالي على الأندية أن تأتي وتختار. مثلا أعتقد أول سنة هذه سووها، ها؟ أول سنة أو ثاني سنة السنة هذه؟ أي سابقا ما كان فيه؟ لا ما كان فيه، في أعتقد مركزين أو ثلاث مراكز. نعم. من خلال المدارس فيجمعون لهم لاعبين يدربونهم والأندية تأخذ منهم. يعني هذه فكرة حلوة سووها وزارة التربية، وبالعكس هي ناجحة، وايد مدربين كويتيين هم اللي ماسكين هذه المدارس. ثم عطنا الصورة، عطنا الصورة الله يجزيك خير. شنو الصورة؟ بس والله زقرت اللي وراها. مدرب المنتخب فالودي. فالودي مدرب المنتخب المجري فالودي. زين. هذا في معسكر فنلندا. اي اعتقد فنلندا. فنلندا. بس عيسى الميالي شيء مو طبيعي. ها؟ عيسى الميالي واللي ورا اللي العقل الميالي. اي واللي ورا لا زقرتي. من هو اللي ورا؟ اللي ورا منو؟ يا حليله اللي ورا. هذه في المانيا الصوره، هذه في معسكر المانيا، هذه اعتقد سنه 87 او 88 منتخب معسكرين بالمانيا، بس في اي مدينه ما اذكر. ما في شك ان هذه الصور فيها من الذكريات الطيبه، لكن بعود مره اخرى حقيقه مثل ما تفضلتوا الى نادي السالميه، وربما بسبب وجود الله يذكره بالخير الاستاذ عرفان بدير اصبحت هناك قاعده كبيره موجوده بنادي السالميه. بالصيف أنا حسب ما أعلم من خلال لقاءاتي دائما أسمع فيها، بالصيف يأخذكم إلى السويد والدنمارك، ما الدنمارك هذه إيطاليا، لكن مو بس هو. أيضا الإدارة اللي كانت بنادي السالمية أبو خميس صبحك الله بالخير، كل عام وأنت بخير وحياك الله يا رائد الزعابي، يا هلا ويا مرحبا فيك أبو خميس. حياك الله أبو مسعود، أصبحك الله بالخير أنت والإخوان عبد الخالق عبد القدوس وطارق بشير، ويعطيك العافية على هالبرنامج الحلو، وكل عام وأنت بخير يا أبو مسعود. كل عام وأنت بخير يا رائد، وأنت لاعب النادي العربي وأنا أنتمي إلى النادي العربي. ها يا رائد راسي يا أبو مسعود. بس انا هني لا انا هني ابو خميس، ابو خميس انا هني امام الميكروفون، لا انا امثل جميع الانديه الرياضيه والرياضه بشكل عام، امثل كل فئات المجتمع الكويتي. نعم انتمي للنادي العربي وشرفني ذلك، ولكن لنتحدث صراعك تنافسك عندما كنت لاعبا، لحقت عليهم لعبت ضدهم. نعم ما في شك. يلا سولفنا شوي. أمسي عليهم الأخ عبد الخالق عبد القدوس وأخوي طارق بشير. طبعاً الكباتن أعطوا للرياضة الكثير على مستوى النادي ومستوى المنتخبات، وحققوا الإنجازات الكثيرة اللي الواحد يعتز فيها ويفتخر فيها. طبعاً المنافسة في الملعب يعني أقول لك يا أبو مشعل، يعني وخاصة عبد الخالق، عبد الخالق يمكن قريب وايد مني لأنه هو أغلب المعسكرات وأغلب البطولات أخوي وياي بالغرفة، ويعني عبد الخالق راعي مغلب وراعي نكتة. راعي مغلب ونكتة. ونتناجر وايد ها؟ ونجري؟ نتناجر؟ لا ما نجري. والأخ طارق بشير بعد لا تقول لي الهادي، نسميه الهادي. هادي الطباع. إي نعم. والحكيم على قولتهم. والحكيم. اي نعم. لقب حلو ما شاء الله تبارك الرحمن. اي والله. ابو خميس صبحك الله بالخير. هلا اخوي عبد الخالق. شلونك شو اخبارك؟ عساك بخير. الله يسلمك. فرصة ان سمعنا صوتك. حبيبي يا. ما على ابو خميس عطنا يعني مغلب المغالب اللي صارت خلال المعسكرات. والله مغلب مال سويسرا يوم ضيع تذكرة سالم الحمدان الله يذكره بالخير. شلون؟ ضاعت ولا بقناها؟ سالفة هذه. وتالي رحنا له بوكي ورد، رحنا له المحطة. سالفتها هذه سالفتها أبو خميس؟ هذه أبو مشعل
رايحين لازمين من سويسرا منطقة فيش رايحين لوزان بالقطار. نعم. طبعا قاصدين تذاكر مرجع، وبالردة قاعدين بالقهوة نشرب قهوة على ما يجي موعد القطار. قوم عبد الخالق واخذ تذكرة سالم الحمدان. زين. ركبنا القطار كان يقول له تذكرتك الحين يجون هذيل اللي فجون وما عندك تذكرة ترى ودونك المقصر. نزل راح يدورها ثاني يمشي القطار. نزل فغير نزل. نزل من القطار. راح القهوة يجيب التذكرة وكان يمشي القطار. أوف. إي والله عاد إحنا شنو الفندق كبار سكة القطار بالمنطقة وننطر بس يا القطار رحنا له نستقبله مودي له ورد. مو مصدق إنه رجع هو المنطقة. هذه أحد مقالب الله يجزيه خير. إيه مغلب صغير يعني راعي مغلب وما يخلي مغالبه كثيره يعني ما تذكر يا ابو شعب. لا في شهر رمضان عاد مو كل شيء او ما كل ما يعرف يذكر. ابو خميس شاكرين جدا الحقيقه لهذه المداخله بارك الله فيك. شكرا لك كابتن الكبير رائد زعابي عضو مجلس اداره النادي العربي ونجم من نجوم كره اليد الكويتيه. كنا اتكلم انا عن الله يذكره بالخير حقيقه عرفان بدير، لكن في نفس الوقت أثني على إدارة نادي السالمية بتلك الفترة عندما يتقدم مدرب لصغار بيأخذ صغار السن ويوديهم في مثل هذه الدورات. أنا في اعتقادي سابق عهده، حتى إدارة السالمية بتلك الفترة سابق عهده عندما توافق على هذا. إحنا المنتخب الأول أو الفريق الأول ويلا تأخذ صغار توديهم. لا والله بالعكس مو مش عالي، يمكن هذه فكرة كانت حلوة وجيدة من كابتن عرفان بدير الله يذكره بالخير. يمكن هذه اللي عطتنا حافز وعطت حافز حق اللاعبين إنه يقدمون الأفضل. يعني احتكاك الخارجي اللي حصل، يمكن أول سنة طلعنا فيها رحنا تيرامو إيطاليا، من بعدها رحنا السويد وإيطاليا، من بعدها السويد والدنمارك. هني بدأت المهارات والله مدللين. إي طبعا يعني كل سنة قاعد حصل على البطولة يعني على 14-15 يعني بهالحروة 14 احنا طلعنا من الكويت الواحد يعني وانتم ما شاء الله رايحين اوروبا فيعطيهم العافيه الاداره اللي فعلا قدرت، وخاصه السفرات هذه خلت الناس كلها تتجه حق نادي السالميه. يمكن اكثر اللاعبين اكثر الاباء جابوا عيالهم حق نادي السالميه، وهني قدرنا نكون قاعده كبيره من خلال هذه المعسكرات والسفرات والرحلات. لانه لما انت تتكلم قاعد اي مكان تتكلم ان فريق السالميه طلع راح اصغار ولاعبين صغار، فكل واحد من الاباء يجيب عياله نادي السالميه، وهني ما كان في تعب بالنسبه لاختيار اللاعبين، عشان كذي كانت قاعده كبيره. وبالتالي طارق عندما ذهبتوا الى عالم اخر وانتم على 14 سنه شفتوا اول شيء اجواء غريبه عنك. شفتوا بلدان جميله، تلك الدول الخضراء ها، شفتوا العالم الغير اللي ما شفتوه يمكن حتى بالافلام ذيك الساعه بعدكم ما شفتوا افلام. قولوا لي عن يعني عمليه السفر بحد ذاته هذا مثلا شنو انطباعكم عنه؟ طبعا كانت مفاجاه لنا ابو مشعل. طبعا اذكر كان رئيس نادي الشيخ محمد اليوسف كلمه كابتن عرفان قال له انا عندي فريق يعني كان ابو سعود هو رئيس النادي. ابو سعود نعم كان هو رئيس نادي السالميه نمسي عليه. قال له كابتن عرفان انا عندي فريق زين ودي وفي بطوله في ايطاليا سنويه هالبطوله هذه حق الناشئين ودنا نشارك فيها. الشيخ محمد ما قصر قال خلاص اوكي ودزنا حق هذه اول سفره لنا 79 اول مره تركبون طياره. اول مره نركب طياره زين ويانا هو اول مره ورحنا وصلنا ايطاليا بمشعل وشفنا البطوله شيء طبيعي يعني الملاعب بالشوارع. انتم شفتوا عالم اخر عالم شيء قبل البطوله. عالم اخر طبعا. نزلنا روما ومشينا بالباص 5 ساعات بين هالجبال هذه لين وصلنا مدينه قريه الكبرى اسمها تيرامو مدينه صغيره ما نعرف مهتمه بكره اليد. طبينا المدينه ولا كلها كره يد المدينه من اولها القريه هذه من اولها لاخرها كلها ملاعب يد. كلها ملاعب كره بالشوارع يد. بالشوارع بالباركينج مسوي ملعب يد مخططين وقولين من هناك وين ما تروح. البطوله هذه ولا اشوف الفرق من النرويج والسويد والدنمارك كل اوروبا مشاركه في هذه. جاي فريق من الارجنتين اخر الدنيا من الارجنتين جاي هاي حكي 79 يعني شيء. مباريات تلعب الصبح مباراه والظهر مباراه العصر مباراه شقاله يعني مباريات ربع بربع كان الشوط تقريبا عدل وبعدين طول يومك كرة يد. انت غدا بالشارع انت غدا يعني يم الملعب انت غدا نشتري شنو اجسامكم تلك الفتره
مقارنه باجسام الاوروبي، ولو ان اعماركم 14 هذيلاك ايضا 14. لا شفنا الفارق بالطول طبعا والاجسام، ولعبنا ويا ناس يقول هذا قدك، شلون قدي هذا 13 14 سنه، ومش على متر 80 متر 85 متر 90، احنا ايامها يعني على متر 50 متر 45. لا بالعمر كبرنا بس بالطول لا، البنيه البنيه عندهم البنية. وطبعا تكررت هذه البطوله من ايطاليا الى السويد الى نعم سنويا صارت عاد، وكنا نستفيد يعني ابو مشعل لما انت تلعب ويا الفرق هذه ترد الكويت الدوري بالنسبه لك شيء سهل يصير. صحيح. تلعب دوري كاس وتاخذه وانت مرتاح يعني، وتاخذ فكر بعدين من برا يعني، تحس ان في فرق ثانيه قاعد تلعب وقاعد تاخذ منها حركات ومهارات. يعني خاصه ان السالميه طلع اول سنه وثاني سنه بدا صليبيخات يطلع، هم طلع ويانا لانه شاف في اهتمام وفي حوافز حق اللاعبين انه فعلا يستمر بلعبه كره اليد، وايضا جلب اللاعبين من خارج النادي. يعني هذه الفكره اللي كانت بالنسبه للمعسكرات هذه، عشان كذي تشوف ان فريق السالميه تلقاه بالمراحل السنيه تلقاه توب لين وصلنا الدرجه الاولى، والحمد لله احنا محافظين على نتائجنا. وبالتالي نادي السالميه فعلا سيطر على كره اليد بجميع مراحلها. لا. حتى الفريق الاول بعد ذلك انتهت حياتكم كلاعبين وليش؟ هذه سنة الحياة أبو مشعل، يعني سنة الحياة هذا الإنسان يوصل مرحلة يعني يكبر بالعمر، أداء يقل، يثقل بالملعب، بعضنا إصابات، بعضنا يعني. لكم حضور في المنتخب؟ طبعا يعني احنا لعبنا منتخب، أنا لعبت منتخب 10 سنوات يعني 10 سنين بالمنتخب الحمد لله، وحققنا كثير من النتائج يعني. عبد الخالق نفس الكلام يعني، لكن تي فترة هذه سنة الحياة أبو مشعل، لازم تبتعد تعطي مجال حق غيرك بعد من اللاعبين الناشئين ياخذون المكان ويشدون حيلهم ان شاء الله ويبرزون ان شاء الله. هل بسبب إصابات او يكون هني مثلا بدأ الملل او بدأ عدم الاهتمام مثلا بالنادي او ما شابه؟ او ما تفضل اخوي طارق. لا بالعكس يعني انا الحمد لله طلعت من يعني سويت اعتزال، وانا الحمد لله قمت مستواي يعني بسنة 2000 سويت اعتزالي، وانا للحين عندي عطاء قادر، بس حسيت انه صار حمل علي زياده عقب ما اعتزل طارق. ها؟ عقب ما اعتزل طارق ايه؟ هني صار في حمل بالنسبه لي انا اني انا امسك الفريق. بدا ابراهيم صنقور انه يحل مكان طارق بشير، وهني ابراهيم صنقور يمكن اذا طارق يتكلم هذاك ما يتكلم مره واحده، اذا طارق يعرق هذاك ما يعرق، يعني هذا الفرق اللي ما بين طارق وابراهيم صنقور. بس لاعب جيد ما شاء الله عليه ابراهيم صنقور، بس كان توه صغير بالملعب ويبي اللاعب الكبير هو اللي خدمه. انا كنت اعاني من هالشغله هذه، واخر شيء قلت بس خلاص انا راح اوقف، لان طارق وخر عن الاعتزال وعيسى اخوي انتقل لنادي ثاني، تميت انا بروحي مع اللاعبين، علشان كذي صارت مشكله بالنسبه لي ووقفت عن الرياضه. الصوره هذه شنو تذكرونها؟ هذه اعتقد كاس اسيا. قربوها. هذه في فرنسا كأس العالم 89. طبعا كرة اليد قفزت قفزات كبيرة على مستوى الخليج، على مستوى العالم العربي، على مستوى هذا مع المغفور له بإذن الله شيخ جابر أميرنا أمير القلوب الراحل شيخ جابر الأحمد. تذكرون هذه الصورة؟ طبعا انا واسماعيل ما نقعد الا بالنص كاس الخليج، علشان الصوره تكون واضحه. هذا كاس الخليج اعتقد كاس، بس هذا المنتخب. هذا المنتخب اي هذا المنتخب. فكره اليد قفزت قفزات كبيره واصبحت لها مكانه على مستوى اسيا، تحقيق بطوله اسيا، الوصول الى نهائيات كاس العالم لاكثر من مره. نتكلم عن هذا الجانب، وهل كان لكم حضور فيها ايضا؟ والله شوف ابو مشعل، يمكن احنا بدينا اول بطوله في 86 مع المنتخب كاس الخليج بالكويت، حصلنا على المركز الاول. والبطوله الثانيه كانت في الامارات ب 92 وحصلنا على المركز الاول. يعني بعض الفرق يمكن كان في مستوى كبير ما بين الدول الخليج. يعني اذا احنا يعني كل فريق كان ياخذ فرق 6 فرق 7
وكان مستوى يعني متفاوت ما بينه وبينهم. فالبطولة الثانية بحكم ان احنا وقفنا يمكن 9 اشهر عن الرياضة، هني نزل مستوانا وقدروا دول الخليج ان فعلا يعدلهم الفرقهم ولاعبينهم وقدروا ان ينافسونا في بطولة الخليج. هو ليش ما يكون اخوي طارق طالما الكويت يعني خلينا نقول على سبيل المثال مثل كرة القدم، الكويت سيطرت على كأس الخليج، وبالتالي من الطبيعي عشان أنافسك أبتدي أعطي اهتمام أكثر وأكثر، وبالتالي أبتدي أنافسك في فترة من الفترات. ما حد ينافس الكويت في كرة القدم، ليش ما يكون نفس الشيء؟ طالما دول الخليج شافوا الكويت متقدمة في عالم كرة اليد، ليش تقدمت في عالم كرة اليد؟ إذن خلنا نتجه نفس الاتجاه اللي اتجه الكويت. بالضبط، هم اشتغلوا على هالشيء يعني، وهذا اللي خلى يمكن دول الخليج يعني تتطور الحين وتنافسنا بكل الألعاب. اتجهوا إلى قبل يعني نادر أبو مشعل ما تلقى في دول الخليج مدرب أجنبي يمسك المنتخب. فالحين شو قاعد نشوف بدول الخليج قاموا يبون من أوروبا يمسكون منتخباتهم. قبل كانوا معتمدين على العنصر العربي يعني، يبون يا من تونس يا من الجزائر أكثر يعني. احنا الوحيدين الكويت كنا يعني نجيب من يوغوسلافيا ومن المجر ومن هالمدربين حق المنتخبات. بقيه دول الخليج لا، ما كانوا متبعين هالسياسه. بعد ما اتبعوا هالسياسه قاموا ينافسونا. حتى المدربين العرب اللي كانوا عندنا في 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 الكويت، عيد صالح وامثال وعفه رشاد ومجموعه حق بالاسماء، لا يمكن احنا حقيقه ننسى دورهم. اسسوا تاسيس جيد لكره اليد في الكويت. طبعا هم اسسوا الصغار يعني بالزغار. عيد صالح الله يذكره بالخير كان يدربنا تحت 14 و17 ودرب فريق الاول، بس هو يمكن انا اعتقد انه كان اكثر شيء ويا الصغار، فعلشان كذي كنا ما شاء الله عليه. هو من النوع اللي فعلا تلقاه سيده بالملعب يعني، ما عنده لف ودوران، يبي الفريق يمشي مثل الساعه سواء بالفندق بالملعب باي مكان، لانه كان مدرس ويبي الشغله تمشي مثل الساعه. فكان الفريق ملتزم، التزامنا هذا واحنا صغار علمنا لين وصلنا الى الدرجه الاولى نفس الالتزام. انت قبل شوي اطلقت على اخوي طارق اللاعب الهادئ. اي والله هادي، لا الحين هو هادي ما شاء الله. طيب شنو سالفه حسونه؟ حسونه عبد الخالق حسونه، من اللي قال لك؟ اكيد مش والله على. يعني مش على اكيد. أنا أعرف عبد الخالق حسونة الله يغفر له ويرحمه، كان أمين عام للجامعة العربية في فترة من الزمن. هذا كابتن عرفان الله يذكره بالخير قال عبد الخالق اسم طويل، فعبد الخالق حسونة بجامعة الدول العربية، يناديني حسونة 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 لين مشت علي. بس هذه قصتها يعني. طيب احنا انطلقنا حقيقة إلى آسيا، حققنا بطولة آسيا، نتحدث عن هذا الجانب وانطلقتنا إلى آسيا وتحقيق البطولة. نتكلم عن ايضا عمليه وصولنا الى كاس العالم، هل كان لكم نصيب فيها ومشاركتنا في كاس العالم؟ نتحدث عن الجانب، شو اللي شفتوه امامكم هناك في 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 عالم عاد كاس العالم؟ احنا باسيا تعبنا واحنا نلاحق كوريا من مكان لمكان. انا شايف اخوي طارق شوي هادي فعلا، هادي حتى لا لا هادي هادي بخيل شويه. احنا تعبنا واحنا نلاحق كوريا من مكان لمكان، من الاردن لليابان لكوريا لين صدناهم بالكويت يعني. بطولة آسيا ب 95 وتغلبنا عليه. اليابانيين؟ لا كوريين. فريق الكوري. الكوريين. فريق الكوري يعني هو الوحيد اللي كان مسيطر على كرة اليد الآسيوية يعني. بأمانة بأول بطولة شاركنا وياهم فرق 10 أهداف ولا 15 هدف فازوا علينا. البطولة الثانية فرق 10 ولا فرق 8 يغلبوننا. اي يغلبوننا، ودائما متابعين حق فريق الكوري. الفرق الثانية نفس مستوانا، أجد مستوانا شوية، بس احنا طموحنا ان نفوز على فريق الكوري. وفعلا الحمد لله يمكن نفس السنه لعبنا وياهم في اليابان اعتقد، فازوا علينا فرق هدف واحد. هدف واحد. فلما ردينا الكويت من انتصار يعتبر بال 95 لا هني تغلبنا على فريق الكوري وقدرنا ناخذ الكاس اسيا، وبدايه الانطلاقه بكاس اسيا ان قدرنا نوصل لكاس العالم. حلو، وصلنا اخوي طارق لكاس العالم اكثر من مره. نعم. طيب تكلم عن عالم كأس العالم، شنو اللي شفتوه؟ ما هو الفارق؟ والله فرق كبير يعني. ما كان لك نصيب انت فيه؟ لا انا كنت برا المنتخب الفتره هذه يعني، خلاص يمكن سنه 92 اخر بطوله لي كانت البطوله العربيه في سوريا
هذه كانت آخر بطولة لي يعني، بعدها كملت ويا النادي كم سنة وبطلت يعني. كأس العالم غير، يختلف يمكن يعني البطولات اللي هناك اللي تشاهد الفرق غير لما تشاهده بكأس العالم يعني. وايد لعبنا مع الفريق الأسباني، لعبنا فريق السويدي، لعبنا فريق البرازيلي، يمكن أول مرة نوصل مدارس مختلفة في عالم كرة القدم. طبعاً طبعاً، وبالعكس يمكن إحنا استفدنا من هالمدارس هذه يعني، لعب مع كذا مدرسة والحمد لله. يمكن أول لعبة كانت مع منتخب الأسباني اللي فعلاً تفاجأ بهذه البطولة إنه يفوز علينا فرق هدفين. فرق هدفين. إيه، وطول الفترة إحنا متقدمين عليهم يعني، طول الفترة إحنا فايزين على فريق الأسباني لآخر دقيقتين ثلاث. أوف. في كرة الله يذكره بالخير أخونا خالد ماجد عسى الله شافيه إن شاء الله، طلع فاست بريك، هو كان فرق هدف واحد أو هدفين، طلع فاست بريك وضيع الكرة هذه، وهني بدأ الفريق يهبط للتعادل لفرق هدف هدفين، مع أن فريقنا كان فايز. وهني كانت مفاجأة لكل الفرق اللي كانوا ويانا بالمجموعة. طيب انتوا اصبحتوا مدربين حقيقه، واصبح ما شاء الله يعني طارق بشير كل اللي ما شاء الله تحت ايدك كلاعبين اصبحوا من خيره اللاعبين، معنى ذلك خبره طارق بشير كلها فرغها لهؤلاء الحمد لله. تكلم عن جانب فتره تدريب الحياة. طبعا انا اخر سنوات بمشعل انا حاجتني اصابه يعني في الكعب، فما قدرت استمر، وكلمت الشيخ خالد اليوسف الله يرحمه يعني، الله يغفر له، اني اعتزل ما رضى يعني، ف كملت آخر موسم يعني ألعب مع الإصابة مع الأوبر مع هذا، ونهاية الموسم على خير الحمد لله. بعدها قلت له يعني أنا قال إيش رأيك تمسك تحت 14؟ قلت له يلا نمسك 14. كان فريق 14 ما في مدرب يعني، كان مدرب توه ماشي في فراغ يعني، فالحمد لله استلمت فريق 14 يعني، وحققت في بطولة الدوري وكاس نفس السنة. أول سنة تدريب لي بالنسبة لي، وقدرت يعني يمكن أركز على الشغلات المهارية بالنسبة للاعب. أنا دائما خاصة اللاعب الناشئ يعني ما يحتاج إلى لياقة بدنية، طاقة إلهية في اللاعب الناشئ، فأنت محتاج منك كمدرب أنك تشتغل على المهارة أكثر، على يعني الشغلات المهارية، الفنتات، الأمبر، التمرير والاستلام، الشغلات اللي يحتاجها هو كلاعب، وتحببه باللعبة، تعطيه ألعاب يعني ترفيهية أكثر، خلي كل يوم يجيك التمرين على يحب التمرين ما يكره يعني. التمرين، فكان تركيزي ويا الناشئين بالمنطقة هذا بالطريقة هذه مشيت عليها يعني، ومسكت بعدها تحت 16 أيضا حققت في بطولات، و 18 حققت إلى الفريق الأول الحمد لله يعني، جميع المراحل السنية اللي استلمت فيها إلى الفريق الأول حققت فيها بطولات ما شاء الله تبارك عبد الخالق. أيضا أدركنا الوقت، ولكن أيضا أنت حقك أيضا لك أيادي بيضاء في عالم التدريب، ويقال على سبيل المثال من مشاهير كرة اليد في الكويت أولاد الغربلي. نعم. من نتاج عبد الخالق. الحمد لله، يمكن أنا اشتغلت مع نادي الكويت بال 2003، كانوا تحت 14 سنة، والحمد لله يمكن كان في لاعب واحد أو لاعبين بالمنتخب نفس السنة، وصلوا إلى 6 لاعبين بالمنتخب. إلى 6 لاعبين. إيه تحت 14 سنة، فبالتالي كان أعتقد تجاوبهم وياي جيد، عشان كذي حصلنا المركز الأول في الدوري، وخذينا المركز الثاني بالكاس، وبدت البطولات ورا بعض. اي نعم، يمكن لي 18 سنة ومسكت فريق الاول. يمكن انا الغربلي محمد وعبد الله وخالد وعبد الله الخميس وعبد الله وعبد الرحمن البالول وجاسم ارتي وشاكر ارتي، يعني كلهم مجموعة حلوة، والحمد لله يمكن توفقت وياهم من خلال تدريب بنادي الكويت. ليش بطلت تدريب؟ أنا ما بطل تدريب. لا تزال؟ لا، أنا الحين أدرب منتخب الأشبال في منتخب الكويت. إيه. بطل تدريب لأن إن شاء الله مطمئنين. أما طارق؟ أنا بطلت خلاص. بطلت. كافي يعني 20 سنة لعب وعشر سنوات تدريب، 30 سنة بمجال كرة اليد. متابع؟ أتابع بمشعل، ما في شيء يشجع إنك تستمر، فأتابع بس. صح، أنا بغيت أكمل بس ما أقدر أكمل بدام ماكو شيء يشجع، بس خلاص ماكو شيء. مشاهدي الكرام، هي ليلة إن شاء الله من أحلى الليالي في شهر رمضان المبارك في العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، وسعدنا كثيرا حقيقة بوجود الأخوة الأفاضل نجوم حقيقة كرة اليد في الكويت والعالم العربي والآسيوي والعالمي، طارق بشير لاعب منتخبنا الوطني ونادي السالمية. شكرا لك أخو طارق، بارك الله فيك، مشكور، وكلك تهنئة بشهر رمضان، كل عام وأنت بخير،
وأحب أشكر كل العاملين بالبرنامج الطيب هذا، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح بإذن الله. جزاك الله خير، وكذلك شكر لك موصول لك أخوي عبد الخالق، بارك الله فيك، وأذكر لك التهنئة في شهر رمضان المبارك، وشاكرين لك حقيقة على تلبية الدعوة. كل عام وأنتم بخير أخوي أبو مشعل، وطبعا نشكر الإخوان الأستاف جميعا من المعدين والمصورين، وأشكر أخوي طارق أن يكون متواجد وياي، ونتمنى يكون متواجد بعد وياي أكثر وأكثر. لا تروح بعيدا إن شاء الله يا رب العالمين. مشاهد الكرام، الشكر الموصول لكم على طيب المتابعة لهذا البرنامج، والغد إن شاء الله يكون لنا لقاء تقبل تحيات أسرة البرنامج وبقيادة مخرجين مالك أسد عبد الرزاق العطار وأسرة البرنامج. مع السلامة.